اسمي شحود، عمري 11 سنة. أمي أبوي ميتوا من القصف من ريف إدلب الجنوبي. أنا وخواتي نزحنا سكننا بخيمة مشقشقة، كل يوم بتحرقنا من الشمس وبالشتاء بتنقط علينا. كل يوم بمشي 5 كيلو بلم بلاستيكي حديد، وبلم أوقات ب5 ليرات وب10، وبالرجعة 5 كيلو. مشيو ما حدا بيوقف لي، وأنا بتمنى إنه وقتها بجيب مثلا ب5 ليرات اشتري لهم شيء. أوقات مثلا بشتري لهم ربطة خبز، كيلو بندورة، وأنا عطلت على المدرسة مشان أقدر أعيش خواتي، اشتري لهم اللي بيتمنوه. وأنا برايح بأوقات بتجروحني إيدي بالمكاب، أنا عم بدور على نايلو بلاستيكي حديد، بلحقني أوقات كلاب. وأنا بتمنى إنه أعيش أحلام عيشي، عطلت على المدرسة مشان أقدر أعيش خواتي، وأنا بتمنى أجيب لي ألبسة وهيك. مننام من المغرب لأنيتو ما عنا ضو. أخويا شحود عطل من المدرسة لأنيتو مشان يقدر يعيشنا، بيروح عنيلو رحنا مننام من المغرب، بيروح عنيلو مشان يعني بلم نايلو بلاستيك ونايلو ومشان يقدر يعيشنا. أنا يعني بتمنى أصير دكتورة وأرجع على المدرسة، وأتمنى رحنا نعيش عيشة كويسة، وأتمنى أصير دكتورة ساعد هالعالم هالفقراء. أنا اسمي نور، عمري 9 سنين. أبوي وأمي استشهدوا من القصف من ريف إدلب الجنوب. أخوي عطل من المدرسة شلون يقدر يجيب لنا أكل، ورحنا عطلنا وخيمتنا يعني مشقوة، وبالليل نجي مننام المغرب لأن ما عنا ضو ننام مننام المغرب. أخويا من الصبح بيقوم بيروح بلم، ويعني رحنا عطلنا من المدرسة. أنا كنت حلمي يصير أنسي شون علم الفقراء وأولاد وأولادهم،